كنتو في مطبخ نريمان اليوم ان شاء الله حبيت ندير معاكم طاخت وفخوي ولا تورته بالفواكه. ديري اي فاكهه اللي موجوده في البيت. نبداو بالعجينه ان شاء الله. عندنا هنايا 125 غرام مارغرين تكون هكذا طريه، عندنا 250 غرام فارينة، عندنا هنايا 50 غرام سكر كلاص ولا اي ما يعادل مغرف كبيره معمره، عندنا زوج مغارف ماء، قرصه ملح، حبه بيض. نبداو بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا حبه بيض، بسم الله نجيب الفوق تاعي. نزيد لها قرصه ملح، بسم الله. نزيد بسكر كلاص تاعي، نغلو الفرينة دائما تكوني مغرب تغرب ليها، قلنا مغرب كبيرة. نزيد لها الزبده تكون قلنا غامولي طريه. نزيد هنايا قلنا واحد زوج مغارف تاع الماء. نضيف عليهم الفرينة، أنا راح نعجن بيدي. استحمل يدي، هنا ما نعجنوهاش مليح، نلمو برك العجينة تاعنا. نبدأ نروحو نخلوها في الثلاجة واحد قلنا واحد نص ساعة، بعد ما نروحو نصنعو لاكخيم باتيسيير. لاكخيم باتيسيير هذه في الأصل عندها ربع بيض، صفار بيض، أنا درت حبة بيض. عندنا هنا 500 مليلتر أي نص ساشي تاع حليب، عندنا مغرف كبيرة مارغرين، وضفت لها هنا اختياري، ضفت لها الياغورت، الياغورت اللي حبيتي هذا اختياري، اللي ما حبيتيش ما ديريش. في الأصل ما عندهاش الياغورت، مي أنا ضفت لها الياغورت. عندنا هنايا لامايزينا، عندنا لامايزينا زوج مغارف كبار معمرين مليح، وعندنا ربع مغارف السكر، عندنا لافاني بودره ولا ليكيد، حبه بيض. قلت لكم في الاصل تاع لا كريم باتيسيير عندها ربع صفار بيض، انا درت حبه بيض. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا 500 مليلتر اي قلنا نص ساشي تاع الحليب، بسم الله. عندنا هنايا سكر كلاص، درنا ربع مغارف تاع سكر كلاص، ربع مغارف تاع سكر كلاص، نديرو زوج عفوا. ونخليها فوق النار. هنا نضيف سكر كلاص ولا مايزينا، نبقى نحرك حتى نتحصلو بكريمة. نزيدو لها قلنا مغرف كبيرة تاع مارغرين.
تاعنا، فتحوها، ديروا شويه فرينه. باه ما نرميوش ال لاباط هادي ولا العجينة هادي اللي بقات، نزيد نبسطها ونزيدها في الوسط. تقدر ديريها في المول الصغير، انا حبيت نديرها مباشرة في هنا في الوسط هكذا. كي تنحي الجوانب هادي حطيها هكذا من الفوق. تبدا هكذا تحمر، نحوها بعد نوري لكم طيب. الطحينة تاعنا طابت، انا هكذايا حمرتها ديري اي مربى اللي عندك. اللي ما عندهاش دير لا كونفيتور تاع لابريكو، دير بشويه ماء وديروها هكذايا من الفوق. غرناديم سيرو عندي من الفوق برك تزيان برك هكذايا. الطارت تاعنا صارت واجده، دير درت لها شويه غرنادين لا سيرو من الفوق. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم الوصفه القادمه ان شاء الله.